معنا لالا ناجية من وجدة. صباح الخير لالا ناجية. صباح الخير حبيبتي، كي دايره؟ اهلا وسهلا. طيبك فيك الحمد لله. كاين شي شتا في وجدة ولا لا؟ عندنا الغيان، كان حتى البارح دابا راه مغيم الحاله وصافي. نعم والله يجيب على قد نفع يا رب. امين امين. هذا ما كان حبيبه ديالي. نعم عاد نعطيك حلوه تريش بوند بالشوكولا. حلوه تريش بوند بالشوكولا. واه نبدلو شويه. عاد ناخذ جوج بيضات شوكولا ولا شوكولات. نعم جوج بيضات. عندنا خمارة. نعم. عندنا 7 غرام. عندنا معلقة ونص كاكاو مسوس. معلقة ونص كاكاو مسوس. واش كبيرة؟ واه كبيرة. وعندنا كاس سكر. كاس سكر. كاس زيت. كاس زيت. وعندنا 400 غرام طحين. 400 غرام ديال الطحين. واه السيرو عندنا فيه كاس مربى مشماش. سيرو فيه كاس مربى مشماش. وعندنا نص كاس ما زهر. نص كاس ما زهر. وعندنا 100 غرام كوك. و 100 غرام ديال الكوك. وهذا هما المقادير. اييه. غادي ناخذوا واحد الاناء نديروا فيه البيض مع السكر كنخلطوه مزيان. اييه. ونبقاو نزيدوا الزيت. ونزيدوا الخماره. ونزيدوا الكاكاو. نعم. هادشي كنخلطوه مزيان وكنبقاو نزيدو الطحين بشويه بشويه حتى كتجمع لنا، حتى كتكون خفيفه ما كتكونش قاسحه بزاف. من بعد كنشكلوها كويرات. نعم. بغينا لالا دنيا نلصقوهم وحده فوق وحده، بغينا نخليهم هكا كنخليهم يعني كويرات صغار وصافي، كنديرهم كويره وحده. كنديرهم في اللاطه كتكون دهونه وندخلهم الفران. نمشيو ناخذ واحد الكاسرونه كنديروا فيها المربى مع المزهر. كنسخنوا فوق النار واحد شويه، واحد 5 دقائق. من بعد كتكون الحلوه بردت مزيان. من بعد كنغطسوها في السيرو وكنسندوها في الكوك وكنقدموها بالصحه والراحه. كتكون يعني خلينا نخليو الحلوه تبرد مزيان باش تجي الشيشه. وكتجي زوينه والشيشه كتجي معتبره. ما يعطيك الصحه يا لالا. ونتمنى تجربوها، راك سهله ما فيهاش كاع المقادير. لا ما فيهاش كثير ديال المقادير، ويعني حتى الطريقه سهله.